تجاوز حجم سوق المكملات الغذائية لهذا العام 207 مليارات دولار، وتشير التقديرات إلى نمو بمعدل سنوي بنحو 7% ليصل إلى 284 مليار دولار بحلول عام 2023. ومع الجهود الحكومية وزيادة الوعي الصحي، يشهد هذا القطاع نمواً في المنطقة، وخاصة الأغذية المخصصة للرياضيين. بيبلغ حجم سوق الويلنس سبليمنتس أو المكملات الغذائية 119 مليون دولار بالإمارات و244 مليون دولار بالسعودية، ومن المتوقع أنه يكبر هذا السوق بنسبة سنوية تكون 12% بالسعودية على الخمس سنوات الجاية و10% بالإمارات كمان على الخمس سنوات الجاية. ب 2018 بلغ حجم السوق لمنتجات الغذائية الخاصة بالرياضة 18 مليون دولار بالإمارات و16 مليون دولار بالسعودية. الملائمة أو السهولة هي دافع رئيسي للمستهلكين عند شراء المكملات الغذائية الغنية بالبروتين والأطعمة المدعمة. نحط مكونات اللي فيها ناتشرال بروتين مثل الفول السوداني أو اللوز، هذه بطبيعتها فيها بروتين، أو في منهم اللي تشوفيها الرياضيين أكثر يريدون بروتين أكثر فنضيف إلى بروتين باودر. في فئة ثانية من الناس اللي يعرفون شنو البنفيتس او شنو الفوائد الفواكه والخضروات، ولكن ما عنده الوقت انه ياكله او ما يحب ياكل السلطه، او فعندنا هندسنا مشروبات او فيش مشروبات اللي تقدرين تضيفين فيها السبانخ اللي فيها الايرن الكيل مع العصير، والطعم يكون طيب والجسم يمتص اسرع وتستفادين اكثر منه. اليوم نحن دائمو الحركة والتنقل، ليس لدينا الوقت الكافي للجلوس وتناول الوجبات الثلاث كما في السابق. لدي هنا وجبة كاملة جاهزة للانطلاق. ثمر الماشطة العربية.